فرقت اخوات ياما وقعت شنبات ياما كبرت فعيان ياما صغرت بشوات واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات يا ما قلبت اوجاع يا ما غيرت اوضاع يا ما رخصت غاليين يا ما بينت انواع يا ما فتحت ابواب يا ما قفلت ابواب يا ما خربت في بيوت يا ما طمعت بياع اللي شريكوا وتبقوا منظر الفاضي من كتر ما اتحط علينا جربنا حظنا بيدينا ادينا بالهم رضينا والهم دايما مش راضي انت اللي سرقت الحاجات دي؟ انت اللي سرقتيها؟ لا يا بيه والمصحف وكمان هتحلفي هتبقي حراميه وكدابه والله العظيم ربنا هيسخطك قرد لا يا بيه انت تعرف ان انا بس انا مش عايز اسمع صوتك انا مش عايزك في حياتي اصلا خلاص صوت في حياته وهجرت منك ومن امثالك يا بيه انت تعبتني اطلعي بره يا بيه اطلعي بره يا بنت الكلب يا حراميه يلا يا حراميه بتبوظي اسمي بتسوي صوتي قدام الناس النظيفه اطلعي بره اطلعي ما شفتش التاني يا سينا انا اسف يا باشا انا اسف بس كان لازم اعمل كده عشان اثبت لك ان انا راجل وملك اشاره من صباعك انا مبسوط منك قوي يا صوفا وانا كمان يا باشا مبسوط منك والله عشان كده عايز منك طلب صغير ايه هو نفسي نط نطه جامده اسيب بيها الواقع الاليم اللي انا عايش فيه ده بس يلا ماشي 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 خلي بالك انت بس من البيت انا مسافر مصر بكره ان شاء الله مسافر مصر يا باشا القاهره
القاهرة ولا مصر يا باشا؟ أنا بحب مصر دي قوي يا باشا، أنا من وأنا صغنن هموت وأروح مصر، أمنية حياتي أزور الأولياء الله الصالحين. إيه؟ أمنية حياتي أزور أولياء الله الصالحين، بحبهم قوي يا باشا، ونفسي أروح كده وأدعي لك دعوة حلوة، وبالمرة أنزل الوكالة أشتري طقمين حلوين. وانت معاك فلوس يا باشا؟ حد يبقى معاه ابوه ويتكلم في فلوس؟ ده انت ابو الفلوس يا بابا. بابا قلبي هيقف، وحاجه مهمه قوي يعني اللي تخليكي تيجي دلوقتي وما تستنيش لبكره الصبح. ما انا لازم ابقى الصبح تحت ايد الهنم وقدام عينيها تتحكم فيا زي ما هي عايزه. مش انت اللي مشيتي وراها؟ مش انت اللي جريتي عشان تخلصي مصالحها؟ اشربي بقى. كنت فاكرة إن أنا وهي هنبقى واحد، بس هي أخدت وش القفص وسابتني أخبط دماغي في الحيط. طيب وعايزة مني إيه؟ نتفق. نتفق على إيه؟ أوعي تكوني فاكرة إن أنا ممكن أتفق معاكي أنتي على بنت خالي، تبقي مجنونة. أولاً نادية اتظلمت كتير قوي ودخلت السجن، وربنا نجاها في آخر لحظة من حكم الإعدام. طب خلي بالك بقى عشان هي حكمت عليكم كلكم بالإعدام. كلنا مين؟ انتي وامك واخواتك. وهي تقدر تعمل حاجه؟ تقدر تعمل كتير. باللي متجوزه تقدر تعمل، تقدر تقلب البلد كلها عليكوا. انتي نسيتي لما جابتك تبقى استفك زي الخدمات عندها؟ بصي انا بس عايزه حته لقمه صغيره ابتدي بيها حياتي، ما تخلينيش احتاج لحد. وانتي بسم الله ما شاء الله بقى عندك ملايين، اخد انا بقى حته. طب وانا هستفيد ايه؟ هتستفيدي كتير، هتاخدي ميراث ناديه في عبك، يعني يبقى بدل عندك الخير خيرين، اخد انا بقى خير من الخيرين دول. طب قولي لي هنعمل ايه؟ بسيطه، مهدي موت وسمه ان يمد ايده لحد ويخونه، تمنها غالي قوي عنده، تمنها رقبه اللي حبه وسلم له دقنه، وهي المؤاخذه كده كده في سجل الحكومه، الله يرحمها ويحسن اليها، ولا ايه؟ ما قلتي ليش يا ريتال ناوية تعملي ايه بعد ما الندل ده طلقك؟ مش هسيبه. حسن في حاجة متغيرة يا كريم. زي ايه؟ مش عارفة اقولك ايه. ده كأني كان جواه شيطان وخرج. مش ده حسن اللي كنت اقوله كلمتين يتأثر بيهم ويجي بسرعة؟ حسن حاطط حاجة في دماغه احنا مش عارفينها. ولا هيقدر يعمل أي حاجة. عارفة ليه؟ عشان مروان مستحيل يرجع في كلامه وفي رأيه. لو رجع هيقول للناس أنا حرامي وسرقت أخويا، عشان كده ما يقدرش يعمل أي حاجة. طب أنا عايز أبني من عند جبرية يا كريم، مش عايز أسيبه مع مفيدة وشمس. ما تقلقيش أنا هجيبهولك. وانت فاكرة أن جبرية هتسيبه؟ انت عبيطة يا بنت، دي هتسيبه بمنتهى السهولة. عارفة ليه؟ عشان تقولك بصي مش اتجوزتي حسن وجبتي منه الواد؟ اه رماكي رمية الكلاب اهو، وعشان كمان تقطع رجليك من البيت ما تعمليش حجتك الواد ولا حسن. عرفتي بقى هتسيبهولنا بسرعة ليه؟ أعمل إيه يا كريمة؟ أنا هتجنن بعد كل ده أطلع كده عادي من غير أي حاجة؟ معلش هانت يا حبيبتي هانت. ست جبريه اتفضلي. معلش تلاتك يا اختي. انت فعلا قضيتيني خير. هاكل عيش التم منيه. انا عرفت باللي حصل، ان شاء الله يرجع بالسلامه. لو كان الواد لسه في البلد كان بان. ده حسن ما خلاش بيت ما دورش فيه. لا اللي خطفه عرف ان احنا لا هنسكت ولا نهدى الا ما نلاقيه وطلع بيه من البلد. طب اتفضلي ادخلي ادخلي بس. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس تصدقي والله الناس ظلماكي. الناس متخيلة إن أنتِ فرحانة إن ابن مفيدة اتخطف. لا قصدك قصدك ولد حسن. عندنا شيلت السما بأسامي الحريم غير بس بنات كريمة. أوكي. بقول لك يا ست حزة مني الخدمة. أموري؟ تقولي للباشا محرم أخوكي، يعني هو معرفه كتير وناسه كتير يدوروا معانا على ولد حسن. حسن حيموت على ولده لو ما لقاهوش، حيولع في البلد كلها وفي كل الناس، واول ناس حيولع فيهم
أهل البيت الكبير يرضيك يا ست؟ أكيد لا. اطمني، اعتبري ده حصل. محرم بيه ده تحس إن هو من الأكابر بتوع زمان، باشا يعني. كلامك صح، إنما ما قلتليش يا البت مراتك فعلا طلعت حرامية؟ مراتي مين؟ أنا مش متجوز أصلا. مش متجوز؟ أمال زينة دي تبقى مين؟ مش مراتك برضو؟ ما تجيب من الآخر وتقول عايز إيه؟ لا أنا ما بحبش الأسلوب ده. أنا عايزك تاخد وتدي معايا كده في الكلام. بص أنا نسيت أقول لك على حاجة مهمة. البلد عندنا هنا أوضة وصالة. أي حاجة تحصل فيها تاني يوم تبقى سيرة كل الناس. وبعدين؟ ما قلت لك ما بحبش الأسلوب ده. خد ودي معايا كده في الكلام زي ما بقول لك. باشا ما تشد الحبل وتجيب آخره. يا سلام، هو أنا هيجيني أعز منك عشان أشد الحبل وأجيب آخره؟ شوف يا برنس، أنا بحب أبقى فاهم كل حاجة، أنا ما بحبش أبقى طرطور. مش مهم أبقى نمرة واحد، المهم أبقى فاهم. طب وأنت عايز تفهم مني إيه وأنا فاهمهولك؟ دماغك، دماغك فيها إيه؟ اسمع مني، اسمع مني وأنا أساعدك. ده أنا محروس، أنت ما تسمعش عني ولا إيه؟ لا أسمع عنك كويس أوي وعارف عنك كل حاجة يا محروس. حسن صعبان عليا أوي. فعلاً يا أخي الواحد لما ابنه بيروح منه بيبقى يتجنن. ربنا يكون في عونه. عمال افكر مين في البلد ممكن يبقى له مصلحه في حاجه زي كده؟ مين له مصلحه ان الواد ده يختفي او يروح؟ انت سيدي اللي عارفين عيله عبد الحكيم كلها مشاكل وحوارات. وبعدين انا سمعت شويه مطوله نسوان كده بيقولوا ان فوزيه مراتك حامل في الرابع. انت عارف كل ما عدد العيال خف كل ده ما بقى في الصالح العام. ايه؟ ايه؟ الله العظيم ثلاثة. جيني نوم إلا لما يرشع. استغفر الله العظيم. طب بقول لك يا حبيبي، روح شوف مرتك، اقعد جارها، وسيها، طمنها. قوم يا حبيبي. ايه ما سمعنيش؟ مش عايز اشوف حد. عارفه والله، بس معلش هي ام الواد قلبها مجهور عليه. ده انا غالي حبيبي. قوم 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 طمنها بكلمتين. ما قدتش عارف انت بتحبيها ولا بتكرهيها يا امه. بكرهش حد انا يا حسن الا اللي يكرهني او يكره عيالي. هروح اجيب لك لقمه تاكلها. جفن الا لما رجع. عبد الحكيم ملوش دعوه باللي بيحصل بينكم. تموتوا بعض، تاكلوا بعض، الواد ملوش صالح. ما تخافيش. لا خايفه. من ساعه ما شفتك وعرفتك وانا خايفه يا حسن. انت ما تطمنش اي حد يعيش معك. انت اللي مقعدك هنا. انزل دور عليه. شوفه فين. هد الدنيا. اقلب عليها واطيها. ما تقعدش كده. ولا عشان والد مفيده. مش ساكت يا مفيده. وعبد الحكيم ده ولدي، حتة مني، وأنت مش حاسة بالوجع اللي في قلبي. وأنا النار اللي في قلبي محدش حاسس بيها. يا عبد الحكيم! يا ولدي! يا ولدي! أنت فين يا عبد الحكيم؟ شوف، أنا لو طول أشيل بيوت البلد كلها طوبة طوبة عشان أعرف الواد ده راح فين. هعمل كده. طب مع السلامة. انت
شفت اللي حصل يا مروان؟ خير، ايه تاني؟ حسن اخوك طلق ريتال. كنت فين لما الواد اتخطف؟ ايه؟ قصدك ايه؟ ما قصديش، انا بسأل بس. لا ما بتسألش، عينك بتتهمني. لو ده اللي في دماغك يبقى انت كان انت مروان. انا بسأل كنت فين؟ كنت فين؟ مش فاكرة يا اخويا، وانا عقلي دفتر. وبعدين هو انا بخرج من البيت؟ انا لو خرجت يا حبيبي بروح المدافن، يا اما ازور ابوك يا اما ازور عمك. ده انا غلبانة، انا كريمة ام زينب مراتك، وهبقى جدة ابنك. انا كريمة اللي لا بتهش ولا بتنش، قاعدة في البيت هنا ما بفتحش بقي ولا بقول تلت التلاتة كام. ما تزعليش، حقك عليا. لا يا مروان، قبل ما تتهمني اتهام زي ده كان لازم تفكر 100 مرة. وعلى قد حبي ليك على قد زعلي منك. انتي كنت بتتكلمي ان حسن تغلق ريتال وخد الواد الصغير معاه، وريتال هتموت روحها من العياط. انا خايفة عليها قوي. ريتال؟ ايوه يا مروان. وعايز حسن ارجعها. انا لو قلت لحسن ايه هيصمم. انسي اللي بيني وبين حسن دلوقتي سد كبير عمره ما هيتكسر. معقولة؟ بعد كل اللي انت عامله عشانه؟ ده انت ناطر رجالتك في البلد كلها بيدوروا في بيت بيت وخن خن. لا لا مش معقول، ده انت عامل كل ده عشان خاطره. لا خاطره ولا خاطرك، ما عادش في خواطر لحد من العيلة دي تاني. استر يا رب. نورتنا. ده نورك يا هانم. ان شاء الله يكون البيت عجبك. الحقيقة ذوقها حلو قوي. دقيقة واحدة ومهدي هيكون معاك، هو بس معاه تليفون. كفاية ان انا اتشرفت بسعادتك. ان شاء الله تكون الامور هادية. انا عارفة ان مسؤولياتك كبيرة، والبلاد اللي زي دي مشاكلها كتير بالذات في الصعيد. اه واضح من سعادتك كده يعني من لكنتك ان سعادتك برضو من الصعيد. ايوه انا اتولدت في الصعيد بس عشت عمري كله بره. زي انا قعدت في المانيا سنين طويله قوي. انت بقى كنت فين تقريبا؟ بس انا سمعت ان حضرتك عندك مشاكل كبيره جوي في البلد، الكلام ده صح؟ صح. هي مشكله الواد اللي اتخطف ده تالي مهدي بيكلمك عنه مش كده؟ ايوه كلمني عنه وعارفاه. مش اللي اتخطف ده يبقى ولد اخو مروان؟ اه مظبوط. وعرفوا مين اللي خطف؟ للاسف لا، ما احنا فتشنا البلد بيت بيت وشارع شارع. الظاهر اللي خطفوا طلعوا بره البلد وبسرعه. ليه؟ مش قادر افهم. اسف على التاخير يا محرم. ما فيش حاجه. عموما انت كده كده مش هتمشي غير لما تتغدى معايا. اه طبعا ده اكيد. خليكي قاعده، احنا مش هنقول حاجه سر. ما تستغربش قوي كده، انا ما بخبيش عنها حاجه ابدا. انا عايز الشحنه اللي جايه لوحدي، مش عايز اي شريك. من انا يا بحر، بس الكلام هيبقى واضح عشان ما نختلفش بعد كده. الدفع كاش. ماشي كاش. انت كده بتفاجئني. عموما انا مش هسألك انت جبت الفلوس منين. الغدا جاهز يا مهدي بيه. تمام، اتفضل يا بحر. شكرا. يلا يا ليلى. يلا اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا بهار. بس انا الحقيقه مبسوط منك قوي باللي انت عملته، خلاك ملكت البلد بيد من حديد. اتفضل. هو انت كنت شاكك في كده؟ يعني بس الحقيقه اصله مروان كان عالي عليك حبتين. مروان بيحب وينزل على الفاضي. حسب ما سمعت من مهدي يعني.
مروان ده اصله دايما يجيب ورا لما يحس انه هيخسر يعني. ها شكرا. ممكن شوية سلطة ولا صحن؟ طبعا. ان شاء الله الاكل يعجبك. ان شاء الله. قطعي له فراخ بقى. استنى عليا استنى عليا. شكرا. ريتال ما بتسأليش عليا؟ قلت أسأل أنا. ادخلي ادخلي. أنا كنت هكلمك. قاعدة أنت هنا عمالة تخططي وترسمي وتنفذي ولا همك اللي بيحصل؟ مش فاهمة يعني عايزاني أعمل إيه؟ عرفتي إن ابن مفيد اتخطف؟ إيه؟ زعلانة عليه؟ زعلانة عليه؟ ما في 60 داهية. يا ريت يا شيخة كانت أمه معاكم نخلصنا. طب ما انتي زي ما انتي، هو ما حصلكيش اي حاجه يعني. بقول لك ايه، انا عايزه اقعد معاكي هنا. تنوري. بس خلي بالك بقى ان مروان ناوي يرميني بره البيت حسب ما قال يعني. وانتي هتسيبيه؟ لا طبعا، ده بيتي ومش هخرج منه. نفسي اعرف عملتي كل الحكايه دي ازاي. انتي فاكراني عبيطه زيك؟ انا كل حاجه بعملها بالورقه والقلم بالقانون، وزي ما هو خد كل حاجه مننا بالقانون أنا هاخد مني عينه بالقانون. أنت كده هتخليني أجيب الكتب وأقعد أذاكر من الأول وجديد؟ أصل أنا أحب أخد حقي من غير ما أخسر. طب ما تشوفي لي حل كده تخلي حسن يلف حوالين نفسه وتخليه مش عارف راسه من رجليه. كان من الأول أنت ضيعتي نفسك. عندك حق. كنت فاكرة نفسي أذكى إخواتي. طلعت هبلة. بقول لك إيه؟ قومي شوفي لي أي حاجة كلها على حسن، جعانة قوي. عايزه تاكلي ايه قوليلي؟ يعني هترفع سماعه التليفون وتطلبي لنا اللي احنا عايزينه؟ اي حاجه في الثلاجه يا شهد. مين؟ ولاش عرفني انا. ازيك يا شهد؟ ريتال. ازيك يا ريتال؟ ازاي حضرتك؟ انا كويسه الحمد لله. احنا لسه كنا بنتكلم على جدع، تتجدى معانا؟ لا انا ماليش نفس، بس يا ريت فنجان قهوه من ايديك. من عينيا. كان لازم تتصل بيا قبل ما تيجي. عامل ايه؟ وحشتيني، قلت اجي اشوفك. احنا هنلخبط بقى ولا ايه؟ معلش. انت عارفه لو انت مخك دهلان شويه انا مستعد اجيب الدنيا دي كلها تحت رجليكي. وانا ما احبش الدنيا اللي تيجي تحت رجليا، اصل بصراحه كده ما احبش الدنيا الرخيصه. احب انا كده؟ احب الحريم اللي مخها عالي قوي قوي، احبه. انا مش حريم واختار الفاظك. معلش بس انا مبسوط شويه. ليه خير؟ انا جاي اتم الموضوع اللي بيني وبينك، اللي ليكي تاخديه واللي ليا اخده. طب هنعمل ايه في مروان؟ يشرب من البحر. دي خايفه من ايه؟ كل شيء مترتب ومظبوط. مين دي؟ دي نادية بنت خالي الله يرحمها. الله يرحمها؟ هي ماتت؟ ماتت. بس دي لسه صغيرة. ما هو الموت كده، ما بياخدش غير الحلو اللي فينا. انا عملت لسعادتك القهوة، بس انا يعني نسيت اسالك تشربها ايه، بس يعني خمنت وعملتها مظبوطه ولا ايه؟ وانا بشربها مظبوط. اتفضل. بس دي سكر زياده. زياده قوي، زياده قوي يا شاهد. بس هشربها. بطلت انت تروح عند الماما عم صوف؟ ايه ما وحشكش ولا ايه؟ وانت مالك عايز ايه؟ مش القصد يعني، رجلك كانت رايحه جايه على المقام ما كنتش بتوني.
دلوقتي سبحان الله ما عدتش بتعتبه اصلا. انت شفت حاجه ضايقتك هناك ولا ايه؟ انا مش فاهم تقصد ايه والله. لا بقول لك ايه، هتبدأ معايا استهبال ولا ايه؟ انا برضه اللي بستهبل. حاجه غريبه. السلام عليكم. هات شاي يا عم. انت عارف ان انا لو رحت لمروان ولا حسن وقلت لهم ان انا شفتك عند المقام ليلتها، وان انا بشك يعني مجرد شك انك ليك علاقه بخطف الواد، انت عارف هيحصل فيك ايه؟ واد اللي انا خطفته. انت مجنون يا عم انت. لانك داني لسه ما شفتوش، بس لو عايزني اوريه لك يا باشا من العين دي قبل العين دي. سلام. استنى. اقعد اقعد. اوعى تفتكر ان انا بقول لك اقعد عشان خايف منك ولا حاجه، ولا اصلا ليه علاقه بالموضوع اللي انت بتقول فيه ده. الحكايه وما فيها اني شايف ان البلد ولع اليومين دول، ومش ناقصه كلمتين منك فتولع اكتر. عين العقل يا اخويا والله عين العقل. وفي حاجه كمان، وغلاوتك عندي وغلاوتك عندي وغلاوتك عندي، انا ماليش دعوه بموضوع الواد ده خالص. صادق ومن غير ما تحلف. باين عليك وجدع. اه لا، من ناحيه الجدعانه بقى عم صوفا، فانا ندل ونادل جدا كمان. واسال على اهل البلد، ده مش سر على فكره. بص يا صوفا، اقول لك كلمتين بس. الجدعانه دي يا حبيبي حاجه بايخه قوي، خليك تفكر في ناس وحاجات وتعمل لك صداع ملوش اي تلاته لازمه. انما بقى الندله، سلام على الندله، دماغك فاضيه ورايقه، برنس يولعوا كلهم، ملك زمانك. طلباتك نتفق على ايه؟ حلو قوي الكلام ده، سيبني بقى اللعبه في دماغي كده وهبقى اكلمك. سلام يا عسل. الو ايوه يا ست كريم، انا لازم اقابلك دلوقتي حالا، ضروري ضروري. انا مش قادر افهم ايه اللي لم مهدي على نادير ويتجوزها ويقعد عنده في البيت. ايه اللي في دماغه؟ ايه مالك ما بترديش عليا ليه؟ كان عامل فيها روميو ليه؟ يا سلام، هو ده اللي همك؟ ايوه طبعا هو ده اللي هممني. مش قادره افهم بجد، لما هو في دماغه ناديه بيلف ويدور عليا ليه؟ بقولك ايه؟ مروان لازم يعرف، لازم يعرف ان ناديه عايشه واتجوزت مهدي. ساعتها هيقلب الدنيا على مهدي. ما تنساش ان الزفته دي هي اللي قتلت ابوه. احنا قلقانين من ايه؟ مهدي معانا والناديه دي ورقه كسبانه في ايدنا. كسبانه ازاي بقى ان شاء الله؟ اكيد بتدبر حاجه لمروان، ما هي يمكن تنسى ابدا اللي عملوا فيها. هي شهده اخبارها ايه؟ مش هتقدر تعمل حاجه. مش ده اللي انا اقصده خالص. اللي انا اقصده لما قعدت معاها انت حسيت ايه؟ مش فارقه معاها. انا لازم اقعد مع شهد، لازم اعرف بتفكر ازاي من ناحيه ناديه. كل اللي بتفكر فيه تاخد فلوس فريده وورث ناديه. لا، البت دي في دماغها حاجه تانية، وانا لازم اعرفها وهعرفها. اسمع اللي بقول لك عليه. محرم مش سهل ياما. ولا احنا كمان سهلين. خبر ايه؟ انت مسجل لي بروحك ليه؟ ده كل اللي شاغل بالي ده اللي وجهه ولدي وبس. معلوم، ما هو اللي خد الواد عاوزك ما تنامش الليل، تلف حوالين روحك عشان تنسى ان عندك طريق لازم تجيب اخره. كلام الناس بيقول مروان. لا، مش مروان، اخوك ما يعملش كده. ده ولدي وانا عارفاه وعارف يعمل ايه وما يعملش ايه. بس كريمه خفي اسمها من الدنيا كلها، رمت زينب في سكته، عشقها وقلبه مال. لكن اخوك مش طماع ولا عاوز ياكل حقك. يعني مروان باللي عمله ده ما كانش عايز ياكل حقنا؟ لا يا حبيبي، لا، مروان لا، كريمه تاكل حقنا. ولسه كمان اما زينب بتولد ولو جابت واد، يوه اخوك ده ما هيقولش غير حاضر وامين. يبقى لازم نرجع البيت، مش لازم نسيبها. لا، لو انا شايفه ان رجوعنا البيت كان صلح حاجه كنت قلت لك نرجع. احنا لازم نبعده وانت
تكبر أكتر من مروان كمان، ساعتها كريمة هتجيلك رمح، مروان هيشوفها على حقيقتها ويشوف وشها العفش، وهو اللي هيرميها برا البيت. ما قدراش يا ناس! الحق مفيدة يا حسن! الحق يا حسن! ما قدراش! جبت تقايدة نار! عقلي هشد مني! انت قاعد بتعمل ايه؟ ساكت ليه؟ قلبك عليه مروح ليه؟ الواد معك يا حسن؟ ايوه معك مش كده؟ اتخذته عشان تبعده عني؟ عايز نسيب البيت وامشي صح؟ طيب طلقني، اقول لك طلقني وانا اشتغل خدامه تحت رجليه، مش هقول له ان انا امه، والله ما هقول له، هقول له ان انا خدامته، ولما يكبر ابقى اقول له اللي انت عاوزه، ان شاء الله حتى تموتني. سايق عليك اني اريع قلبي يا حسن. بعد عني، بعد عني. اقعدي انا عايزه ولدي، انا عايزه ولدي يا شمس. حبيبة قلبي وحشتيني. بصي بقى، انا قلبت البلد لحد ما لقيتها. بصي، عباية هتاكل من جسمك حتة، حكيمتي عليك يعود ما حصلش. تسلم. اقعد يا محروس، عاوز اتكلم معاك. ايوه بقى، خلينا نقعد نضحك ونتهزر ونتكلم زي زمان، وناخد وندي مع بعض كده. بعدين خلي الهزار ده لبعدين. انا عاوزه اتكلم معاك جد. عاوزك تشتغل بدل ما انت قاعد عواطلك ده. انا مستني لما تقولي لي. ما انا خلاص اشتغلت. اشتغلت؟ امال ايه؟ اشتغلت متى وعند مين؟ عند العمده، راجل محترم وعرف قيمتي. اول ما شافني قال لي بص يا محروس، انا عايزك تبقى مسؤول على كل الاراضي بتاعتي. لا وخلاني كمان دراعه اليمين. والله؟ امال انت فاكره ايه؟ انت فاكره ان جوزك ده حاجه قليله؟ طب انا عايزك تسيبه، عايزك تبقى حر نفسك. ازاي بقى؟ بص يا محروس، اقعد فكر كده وخد ودي مع نفسك، وقول لي انت بتعرف تعمل ايه وتقدر تتاجر في ايه، وتعالى قول لي يا فوزيه انا عايز فلوس قد كده وانا هديهم لك. يا واد يا واد على القلب الجامد. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ انت معاكي حاجه؟ ايوه يا اخويا معايا، ومعايا كتير كمان. والله؟ ايوه صحيح والله. وبأماره ايه بقى ان شاء الله؟ اذا كان عبد الحكيم كتب كل حاجه لمروان، مالكش صالح انت. كل اللي عليك تيجي تقول لي يا فوزيه انا عايز قد كده وانا هديهم لك. صحيح. ايوه النبي صحيح. طب الواد عامل ايه؟ ومين قال لك انه واد؟ مش يمكن تكون بنت؟ يا ريت، هو انا طول يبقى معايا بنت، بنت البتات وست الستات. يا سلام لما يجي لي بنت حلوه كده زي امها. يا سلام يا فوز، شوفي بقى لما مخك كده بينور والحياه بتبقى هاديه، الدنيا بتبقى زي الفل ازاي. طب بس فكر الاول وقول لي انت محتاج كام. فكرت خلاص، انا محتاج 2 مليون جنيه. كم يا روح امك؟ 2 مليون جنيه بالنسبه لمروان ولا حاجه، يطلعهم من جيب السياله بتاعت الجلابيه. انا هشتري جناين من على السكر واتفق مع التجار يجوا ياخدوا مني البضاعه اخر الموسم. مكسب مضمون ومية مية. خلاص يا محروس، وانا مش هرد لك كلمه. خلاص ايه؟ هدي لك الـ2 مليون جنيه. هتديني الـ2 مليون جنيه؟ تعالي نتكلم بقى ونهزر ونضحك مع بعضينا. ايه ده؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك، ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ها؟ جاي تقابل مين؟ مين يا صوفة اللي جواك علي كده وخليتك تبيعني البيعة دي؟ مش وقت الكلام ده حبيبتي، يلا من هنا دلوقتي. لا مش همشي، مش همشي قبل ما اعرف مين اللي خلتك تبيع اللي كانت شايلاك فوق راسها شيل، واللي كانت مسكرة خشمها كده وما بتتكلمش لما كنت بتاخد فلوسي وعرقي. أنا يا صوفة؟ أنا؟ تعمل فيا كده؟ ترمينا الرمية دي؟ وأنت عارف إن أنا ملياش حد؟
اروح فين انا ولا اكل منين؟ انا هصلح غلطتي وهحكي لك على كل حاجه براحتنا، بس لما اروح مش دلوقتي، انت لازم تمشي من هنا حالا حالا. سيب يدي. الله تعالى. مين دي؟ هي دي؟ بقول لك مين دي؟ وايه اللي جابها هنا؟ الله يخرب بيتك، بوظت الدنيا. ايوه 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 بس انا عرفتك، انت ست كريم مش كده؟ حمات مروان. بس انا كده فهمت كل حاجه. يبقى انت اللي خطفت الواد، وامك يوم ما طلعت برا البلد كانت رايحه تبيعه، صح؟ بس اخرصي، انا مش عايزه اسمع حسك خالص، فاهمه ولا لا؟ لا ده انا هعلي حسي كمان وكمان، واخلي البلد كلها تسمع كل حاجه. ها وانت يا روح الروح، شوف بقى البلد هتعمل فيك ايه لما تعرف حكايه. اخرصي، اكتمي خالص، اكتمي اكتمي. مش هكتم، مش هكتم، وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليكم. ها بقول لك ايه، اهدي اهدي كده بشويش. مش ههدي، مش ههدي غير لما اخد حقي ودلوقتي. وحقك ده يبقى ايه يا حلوة؟ هو عارف. ما خلصنا بقى. ما خلصناش، والا وحياة الواد اللي محدش عارف هو حي ولا ميت، هطلع من هنا واقول للناس كلهم على كل حاجة، ماشي؟ وهروح لمروان واقول له، ومش بس مروان، لا، مروان ده ايه؟ ده انا هطلع على حسن بذات نفسه، وهقول له انك انت اللي خطفت الواد، وشوف بقى هيعمل فيك ايه لما يعرف. مش أنا بقول لك الكلام أخذ وعطا؟ ولا أخذ ولا عطا، ها؟ إيه قولك بقى؟ إيه رأيك يا صوفة؟ اللي تشوفيه يا ست الكل. بس يا حبيبتي، أنا قلت لك الكلام أخذ وعطا، دلوقتي أنا بقول لك لا في كلام ولا في عطا. في كده، في كده هون، في كده هون.